ولا أي مسؤول أجا حتى علينا على المستشفى ولا قلنا الحمد لله السلام. محمد ياسر السيد أحمد، اللي صار إنه صارت شوية مواجهات عندنا في البلد، ما كانتش هذيك المواجهات القوية يعني، لأنه يحتاج الجيش يضرب علينا رصاص متفجر. الشاب تصاوب وهو واقف، رحت عليه بدي أسفه أنا وكمان واحد، حطيناه في السيارة لو طاخنا أنا الثاني. موسى محمد عبد الله عمايري من دور الخليل. والله الوضع الصحي أول إشي الحمد لله، بس والله يعني بتمزع من جوا، يعني بتوجع، بشعر بحروقة في كل رجلي من تحت لحد الركبة. في الليل في النهار والله ما بعرف أنام من شدة ألمها. إصاباتنا بليغة يعني، توجعنا كثير منهن والله، أنا والعمايري والدراويش والله توجعنا. هذا الرصاص متفجر يعني بهلك، وإذا بتقوم علينا في الليل بتحس بدك تقيم رجلك من محلها. ولا بني آدم ولا أي مسؤول أجا حتى علينا على المستشفى ولا قلنا الحمد لله السلام من وزارة الصحة. فيش غير الأقارب والأصدقاء وبس. في شاب معانا اسمه أحمد ياسر الدراويش، طبعا الشاب إصابته أجمد منا وبليغة أكثر منا، طلب تحويله، طلبوا له هنا الدكاترة، قالوا له فيش لك علاج، في لك علاج في الاستشاري في رام الله، وقالوا له لازم تروح تاخذها من عالي. فاركن الزلمة وراح على مستشفى عالي، ولها الحين أنا سمعت إنه لها الحين في قسم الطوارئ، مش مدخلينه حتى على الغرف. في هم حكوا انه في علاجات في المستشفيات، بس بدك اللي يكون له واسطه له ظاهر يطلعوه على مستشفى يحولوه تحويله سريعه ويتعالج. لو ابن مسؤول ولا ابن ناس واصل بيطلعوه. الزينه عادي بقول لك خليه يتعالج، اكتش ما يلح له علاج.